بكره مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي مع بيراميدز. الناس هتقول لي مباراه مهمه ايه، ما خلاص الدوري خلص واحتفلته والموسم انتهى والمباراه القادمه تحصيل حاصل. لا، كولر بيتعامل مع المباريات الاخيره بنفس قوه بدايه الدوري. فكره السعي لتحقيق رقم قياسي كانت من اهداف كولر على فكره في الفتره الحاليه، واشتغل على ده خلال الفتره الاخيره، بدليل ان كل العناصر الاساسيه والتشكيل الاساسي مكمله معايا لغايه دلوقتي، لسه ما اداش قرار بمنح الاجازه او الراحه السلبيه للفتره الجايه. ودي جزئيه انا جاي اتكلم عليها برضو، لان الراجل معذور في حاجات، عايز يعرف ايه اللي جاي عشان يقدر يحدد امتى يدي اجازه، امتى الفريق يرجع من الاجازه والراحه السلبيه، وامتى يستعد للموسم الجديد. ودي نقاط مهمه جدا لانها مرتبطه ببرنامج فتره اعداد وحاجات كتيره. الراجل كمان من ضمن تفكيره مش فكره ان انا ادي اجازه 5 ايام وارجع مجموعه وادي اجازه 5 ايام، شايف ان ده مش راحه سلبيه لفريق بعد موسم طويل وشاق لعب فيه ما يقرب من حوالي 60 مباراه مثلا لغايه دلوقتي. فالجزئيه دي انا هتكلم عليها. ولكن ماتش بكره ماتش جماهيري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في المقام الاول، لان مباراه الاهلي وبيراميدز بتحظى بشعبيه ومتابعه كبيره جدا من الجماهير، خاصه الجماهير الاهلاويه او حتى جماهير الفرق المنافسه اللي بتبقى كمان حريص على متابعه هذه المباراه. مباراه الاهلي هيكون موجود فيها بالتشكيله الاساسيه، فكره ان يحصل تدوير او روتيشن في التشكيله ده وارد، ولو ان كولر ما بنبقاش عارفين طبعا بيفكر ازاي في المباراه، ده شيء كويس جدا على فكره ان الاعلام ما بيبقاش عنده التفاصيل الفنيه اللي ممكن كولر يشتغل عليها عشان يحضر نفسه للمباريات. بيراميدز في لعيبه كانت غايبه الفتره الاخيره بسبب الاصابه، في لعيبه كانت واخده اجازات شويه، هل ممكن تبقى موجوده بكره؟ ده هنعرفه خلال الساعات اللي جايه. ولكن كيف يستعد الاهلي لمواجهه بيراميدز؟ نروح بسرعه الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع مراسلنا محمد توفيق اللي موجود حاليا في مقر النادي الرئيسي وبجوار ملعب التتش قبل بدايه التدريب الخاص والرئيسي للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق. توفيق مساء الفل. مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ما هي اخر الاخبار عندك واستعدادات الفريق لمباراه بكره والنهارده في دخول لمعسكر مغلق؟ وامبارح كولر كان عمل تدريب في الصباح الباكر رغم ان كان الفريق يعني لسه خارج من احتفاليه مع ماتش الحرس، ولكن كولر كان ليه هدف انه يعمل التدريب في اليوم التالي في الصباح والنهارده التدريب مساء قبل الدخول في معسكر مغلق. بالطبع محمد انت عارف مفيش وقت للراحه، على طول يعني بتنهي مباراه بتستعد للي بعدها على طول، يمكن على طول الفريق زي ما انت قلت كان في تمرين صباحي. اعتقد يعني هو ده طبعا مش خبر صدر على الجهاز الفني، ولكن دايما مستر كولر معودنا ان دايما لما يكون في احتفال ببطوله او في احتفاليه او حاجه تلاقيه تاني يوم على طول يا محمد عامل التدريب صباحي. ببقى يعني دي شفناها اتكررت في اكتر من مره بعد بطوله السوبر وكمان بعد بطوله الدوري ومباراه حرس الحدود. اعتقد ان بتبقى رساله موجهه للاعبين ان لا خلاص احنا الاحتفال خلص امبارح بالليل، كان اخرنا في الاحتفال، احنا النهارده ومن الصبح كمان بادئين استعداد لمباراه جديده، خاصه انه كان محتاج يدي الفريق راحه محمد، ففضل انه يديها في اليوم التالي ولا يعني مش اليوم اللي بعد المباراه على طول، لا يعني فضل ان هو يديها بالامس الجمعه ويدرب الفريق على طول ثاني يوم المباراه، يكون في تدريب على طول عشان يخشوا في اجواء المباراه، خاصه انها مباراه مهمه جدا يا محمد زي ما كنت بتقول في مقدمتك، مش بس جماهيريا انت كمان رقميا يا محمد بتتكلم انها ما بين بطل البطوله ووصيفه، يعني انت النادي الاهلي هو بطل الدوري العام وطبعا للمره 43 في تاريخه، وبيراميدز يعني نظريا وعمليا هو في جدول الترتيب هو طبعا يعني في المركز الثاني خلف النادي الاهلي على طول، يعني بيراميدز 70 نقطه النادي الاهلي 82 نقطه ومتبقين مباراتين، ولكن طبعا تبقى مباراه زي ما بنقول فنيا وفي الملعب هي ما بين بطل البطوله ووصيفه في الجدل، فاعتقد انها مباراه مهمه بشكل كبير جدا لجمهور النادي الاهلي وللاعبين كمان، خاصه في ظل حاله النديه اللي بنشوفها محمد ما بين الفريقين في الفتره الاخيره، ويمكن الحمد لله اكتساح تام للنادي الاهلي السنه دي، انت بتكسب مباراه الدور الاول 3-0 في الدوري العام، بتاخد كمان بطوله نهائي كاس مصر النادي الاهلي بيفوز فيها 2-1، وكمان السوبر المصري النادي الاهلي بيتغلب 1-1 على فريق بيراميدز، فاعتقد ان شاء الله يكون غدا استكمالا لهذه السلسله الرائعه من النتائج على فريق بيراميدز وصيف النادي الاهلي زي ما بنقول هذا الموسم. يمكن الساعه 7 بالظبط يا محمد الملعب بيجهز حالا دلوقتي لاستقبال طبعا لاعبي النادي الاهلي، في تمام السابعه مباشره هيبدا تدريب الفريق اللي طبعا هيسبقه محاضره فنيه مستر مارسيل كولر هيتكلم فيها مع اللاعبين عن المباراه، خلاص هيخش في الجوانب الفنيه النهارده والتدريب الرئيسي، هيتكلم طبعا عن فريق بيراميدز واهم خطوط اللعب عنده وطبعا الخطه اللي هينمو باذن الله يطبقها في المباراه. زي ما انت بتقول يا محمد ما بنبقاش عارفين هو هيبدا بمين الماتش الجديد، كل يعني ماتش
مستر كولر بيفاجئنا بالتشكيل، ما حدش بيكون عارف دماغه فيها ايه وهيعمل ايه، بس اهم حاجه ان طبعا ثقه كل جمهور النادي الاهلي موضوعه في مستر مارسيل كولر، وهو الراجل بصراحه عمره ما خيب ظننا يا محمد، وعنده حسن ظن جمهور النادي الاهلي دائما. واعتقد بقى خلاص ان العلاقه ما بين مستر مارسيل كولر وجماهير النادي الاهلي بقت علاقه خاصه جدا، بقى فيها ثقه محمد، واعتقد ده مهم جدا لاي جهاز فني عشان ينجح، ان يبقى فيه ثقه مهما بيلعب مهما يستبعد من اللاعبين، انت عندك ثقه وواثق في الراجل انه ان شاء الله هيحقق النتيجه اللي انت بترجوها كجمهور باذن الله. زي ما قلت لك التدريب هيبتدي فيه تمام السابعه، هيكون طبعا بعض الجوانب البدنيه في البدايه، ومن بعدها تدريبات الكره اللي دايما مستر مارسيل كولر معودنا عليها، وهيختتم المران بتقسيمه قويه باذن الله. طبعا هيبقى مشارك فيها كالعاده ثلاث فرق من اللاعبين، اللي دايما محمد تقسيمه قبل المباراه دي بتبقى ممتعه جدا، بنشوف حماس كبير جدا من اللاعبين، كله بيبقى حريص على حجز مكان في القائمه او التشكيله الاساسيه اللي هتبدا المباراه ثاني يوم على طول باذن الله. عقب نهايه التدريب هيكون في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره او استاد الدفاع الجوي عفوا، يمكن الماتش هيبقى في استاد الدفاع الجوي، ماتش بيراميدز الماتش ده، يعني عاوز اقول لك ان فندق الاقامه بينه وبين استاد الدفاع الجوي بالظبط يا محمد 7 دقائق باذن الله رب العالمين، وده هتبقى ميزه باذن الله ان هيبقى على طول قريب من الفندق، والتحرك هيبقى قبل المباراه بوقت قليل. ان شاء الله يكون كل دعوات جمهور النادي الاهلي مع الفريق، وان شاء الله كمان التوفيق ربنا يكون مع الفريق، وباذن الله نشوف بكره اداء ممتع يمتع كل جماهير النادي الاهلي، وكمان 3 نقاط جديده وتوصل لنقطه 85 باذن الله. سؤال اخير يا توفيق، السوليه ومحمود متولي يلحقوا الماتش بكره ولا لسه شويه؟ بالطبع محمد، يمكن اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله التدريبات اللي فاتت، وكمان اتكلمت معاه النهارده، دايما بنتابع لعيبه النادي الاهلي سواء عمرو السوليه محمود متولي وكمان اكرم توفيق وكريم فؤاد، يمكن طبعا شغالين كلهم في برامجهم التاهيليه والعلاجيه بشكل اكثر من رائع، ولكن بالطبع هيبقى صعب جدا لحق سواء عمرو السوليه او محمود متولي باي مباراه هذا الموسم. اعتقد هيبقى ارجاء زي ما اتكلمت مع دكتور احمد، قال احنا مش مستعجلين، خلاص الموسم بينتهي، احنا خلاص اخر مباراتين في الدوري العام، لسه موقف كاس مصر ما اتضحش، فمش هيبقى فيه استعجال انك تدفع باي لاعب، خاصه انك عارف يا محمد بكره مباراه بيراميدز هتبقى مباراه قويه جدا خاصه في وسط الملعب، انت عارف ان يعني اميز خطين في الفريقين هما خطي الوسط سواء في النادي الاهلي او كمان بيراميدز، فهتبقى مباراه صعبه جدا خاصه ان يعني في تنافس في النديه على طول، مباراه مهمه خاصه للنادي الاهلي وجماهيره، فاعتقد هيبقى صعب جدا انك تدفع باي لاعب عائد من الاصابه، فاعتقد ان خلاص باذن الله يكونوا جاهزين على بدايه الموسم ويكونوا في اتم حاله بدنيه وفنيه، وان شاء الله نبدا الموسم محمد باذن الله بخلال يعني خاليه تماما من الاصابات، ونبدا بسكواد كامل ان شاء الله، عشان عندنا صحات كتيره جدا، وجمهور النادي الاهلي يعني مستني كتير جدا من فريق النادي الاهلي، ابطال مصر وابطال افريقيا اللي يا رب دايما يا محمد يفضلوا يعني في مكانهم الدائم على عرش الكره في افريقيا وفي مصر كمان باذن الله. زميلنا محمد توفيق شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل استئناف الفريق للتدريبات والدخول في معسكر استعدادا لمواجهه بيراميدز بكره.